مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض سويا الأحوال الجوية خلال أيام هذا الأسبوع، حيث تكون درجات الحرارة معظم أيام هذا الأسبوع حول معدلاتها أو أعلى من المعدل بقليل. أجواء بشكل عام صيفية عادية ودرجات الحرارة قريبة من معدلاتها. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض أيام الأحوال الجوية خلال أيام الأسبوع بدءا من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا، المناطق الشمالية العظمى 32 والصغرى 19، المرتفعات الوسطى 30-19، والمرتفعات الجنوبية 27-16، الأغوار والبحر الميت أجواء حارة 39-26، وخليج العقبة أجواء حارة 40-26، المنطقة الجنوبية الشرقية 32-22، والمنطقة الشرقية أجواء حارة العظمى 39 والصغرى 22 درجة مئوية. يوم الاثنين انخفاض إن شاء الله على درجات الحرارة، لكن هذا الانخفاض قليل، تكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها أيضا. أجواء صيفية عادية نهارا، صيفية لطيفة ليلا، العظمى في المناطق الشمالية 31 والصغرى 18، المرتفعات الوسطى 28-17، والمرتفعات الجنوبية 26-15، والأغوار والبحر الميت 38-25، وخليج العقبة أجواء حارة 39-24، والمناطق الجنوبية الشرقية 32-19، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 39-20 درجة مئوية. يوم الثلاثاء استمرار الأجواء الصيفية العادية نهارا ودرجات الحرارة قريبة من معدلاتها، وأيضا تستمر الأجواء صيفية لطيفة أثناء الليل. المناطق الشمالية العظمى المتوقع 31 والصغرى 19، المرتفعات الوسطى 28-18-19، والمنطقة الجنوبية 26-16، والأغوار أجواء حارة 39-25، وخليج العقبة أيضا أجواء حارة 39-26 درجة مئوية، والمنطقة الجنوبية الشرقية 32-20، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 38-21 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها أو أعلى بقليل درجة إلى درجتين، والمناطق الشمالية العظمى المتوقعة 32 والصغرى 18، وأيضا المنطقة الوسطى 30-18، والمنطقة الجنوبية أو المرتفعات الجنوبية 26-16، والأغوار 39-26 أجواء حارة، وخليج العقبة أجواء حارة 40-26، والمنطقة الجنوبية الشرقية 32-19، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 38-22. إذن بشكل عام يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام والجميع بألف خير. أجواء صيفية عادية إلى أعلى معدلاتها بقليل بإذن الله، وتستمر كذلك يوم الخميس إن شاء الله، أجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا أو أعلى من المعدل بقليل درجة إلى درجتين. المناطق الشمالية 31-19، المرتفعات الوسطى 29-17، المرتفعات الجنوبية 25-15، الأغوار وأيضا البحر الميت 39-25، وخليج العقبة 38-25 أجواء حارة، والمناطق الجنوبية الشرقية 32-19، والمنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 37-22 درجة مئوية. يوم الجمعة إن شاء الله أيضا أجواء تقريبا ما بين صيفية عادية إلى أعلى من معدلاتها بقليل، المناطق الشمالية 31-20، المرتفعات الوسطى 28-30 العظمى والصغرى 19، المرتفعات الجنوبية ما بين 25-27 العظمى والصغرى 17،
والأغوار والبحر الميت 39 إلى 26 وخليج العقبة أجواء حارة 38 إلى 27 والمناطق الجنوبية الشرقية 32 إلى 21 والمناطق الشرقية أجواء حارة 37 إلى 24 درجة مئوية. يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بقليل، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 33-21، المرتفعات الوسطى ما بين 30-32، العظمى المتوقعة والصغرى 21، المرتفعات الجنوبية ما بين 27-29، العظمى والصغرى 18، الأغوار والبحر الميت 40 إلى 27 أجواء حارة، وكذلك خليج العقبة أجواء حارة، العظمى المتوقع 40 والصغرى 28، المناطق الجنوبية الشرقية 33 إلى 22 أجواء حارة نسبيا، والمناطق الشرقية أجواء حارة 40 العظمى المتوقعة والصغرى 24 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نتمنى للجميع السلامة وكل عام وأنتم بألف خير. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. تمويلكم مختبرات ميدلابز، 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.